كوجه الصباح أنير المدى ولفي خطى دربنا عسجدا ومسي غماما ستروي يديك أريج الضياء وحلو الندى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد أشرف المرسلين. تكلمنا في المقطع السابق على الأصل ستة، وقلنا إنه يعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة. ومعنى يعول أن عدد السهام، يعني عدد السهام يكون أكبر من أصل المسألة. وقلنا بأن الأصول التي تعول هي الأصل ستة والأصل 12. 12 كذلك إما أن تكون مسألة عادلة في 12، أو أن تكون ناقصة، أو أن تكون عائلة تعول إلى 13 وإلى 15 وإلى 17، ولا يمكن أن تعول إلى غيرها. ولا يمكن أن يكون في المسألة فيها عون أن يكون فيها عاصب، يستحيل أن يكون في مسألة فيها عون عاصب. المسائل التي فيها العون فيها فقط أصحاب الفروض. عندنا زوج بنتان أم، الزوج بوجود الفرع يأخذ الربع، البنتان الثلثين للتعدد وانعدام المعصب، الأم السدس بوجود الفرع الوارد. عندنا ستة وأربعة توافق، أصل المسألة 12، 12 مقسومة على 4 3، 12 مقسومة على 3 4، نضربها في جوج إن عندنا الثلثين تعطينا 8، 12 مقسومة على 6 جوج، إذن 8 وجوج 10 13. عادت المسألة إلى 13. نكتب الأرقام نعيدها ونكتبها في الخانة الموالية. وإذا أردنا أن نشتغل على قسمة التركة لا نشتغل على هذا الأصل، ننساه، نقسم على 13، نشتغل على الأصل العائل. إذا قلنا تعول إلى 13 وقد ذكرنا لكم المثال، وتعول كذلك هذا الأصل، أصل 12 يعول إلى 15. مثال عندنا زوجة أخوين لأم، أم أخت شقيقة، الزوجة عند انعدام الفرع تأخذ الربع، الأخوين لأم الميت كلالة يعني الثلث بالتساوي قسمة، الأم عند انعدام عند الموجود متعدد من الإخوة تأخذ السدس، الأخت الشقيقة النصف لانعدام الفروع والأصول وانعدام المعصب والإنفراد. دائما نشتغل على أكبر مقامين، 6 و 4 توافق، 12 مقسومة على 4 3، مقسومة على 3 4، مقسومة على 6 جوج، مقسومة على جوج 6، 6 8 12 15، عالت إلى 15. اكتبها هنا، الأصل الجديد هو هذا، ونعيد كتابة الأرقام يعني التي سبقت معنا. وإذا أردنا أن نشتغل على قسمة التركة لا نشتغل على هذا الأصل، الأصل تنساه، تنشتغل على الأصل العائل، هو الأصل الذي نقسم عليه يعني مبلغ التركة. الحال تعول كذلك إلى 17، عندنا زوجة أخوين لأم، أم أخت شقيقة أخت لأب، الزوجة انعدام الفرع من طبيعة حل الربوع، الأخوين لأم الميت كلالة الثلث، الأم المتعدد من الإخوة السدس، الشقيقة الانفراد انعدام المعصب انعدام الأصول انعدام التعدد النصف، الأخت لأب سدس كبيرة للثلثين. أصل المسألة 12، نشتغل على أكبر المقامات، 6 و 4، عندنا 6 مع 2 تنأخذ 6، 6 مع 6 تنأخذ 6، 6 مع 3 التداخل بقدنا 6 مع 4، تنأخذ أكبر المقامات، 12 مقسومة على 4 3، 12 مقسومة على 3 4، مقسومة على 6 2، مقسومة على 2 6، مقسومة على 6 2 2 8 10 14 17، عالت إلى 17، وهو يعني آخر شيء تعول إليه، ولا يمكن أن تعول إلى غير هذا الذي ذكرناه، 3 4 2 6 2. إذن الأصل 12 يعول إلى 13، يعول إلى 15، يعول إلى 17، بمعنى أن أنصبة الورثة سيحصل فيها نقصان، لأن أصل الفريضة زاد وسنقسم على عدد أكبر من الأصل السابق. Mm-hmm.